لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. كيف كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المواقف التي لما رآها الصحابة قالوا مباشرة كان وجهه كالقمر، وكان وجهه كفلقة من قمر؟ ما معنى ذلك؟ وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحسن الذي آتاه الله تعالى إياه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مقمرة، مقمرة يعني قد اكتمل القمر فيها، وعليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. قال: فجعلت أنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأنظر إلى القمر يقارن جماله عليه الصلاة والسلام بذلك الضوء الصافع. قال: فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. الصحابة وصفوا حسن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا جمال تقاسيمه، وصفوا الارتياح الذي يجده الإنسان عندما ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض الموت، وأراد أن يخرج إلى أصحابه ليصلي معهم، اشتد عليه الأمر، وكان ذلك بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة. صلى بأصحابه المغرب ثم دخل إلى بيته، اشتد عليه المرض، اضطجع على فراشه عليه الصلاة والسلام. نودي لصلاة العشاء ولم يستطع أن يخرج إليهم، حتى إذا مضى وقت جعل بعض الصحابة يناديه، لم يعلم بمرضه: يا رسول الله، يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخطب، يعني في إناء. فوضعوا له الماء عليه الصلاة والسلام، وجلس وجعل يبرد على نفسه من شدة الحمى، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه، فلبث مغمى عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا الماء مرة أخرى، ثم برد على نفسه، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. فجعلوا يصبون الماء عليه صلى الله عليه وسلم، حتى جعل يشير لهم بيده: أن حسبكم، حسبكم. ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرون. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى إذا مضت 9 أو 10 ليال وأبو بكر يصلي به، وجد النبي عليه الصلاة والسلام نشاطا، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فإذا هم يصلون العصر، وكان في يوم الاثنين، ففرح وجعل بعض الصحابة في صلاتهم يحاولون الالتفات إليه من شدة فرحهم به. يقول الصحابي: فنظرنا إليه فوالله كأن وجهه فلقة من قمر، كأنه فلقة من قمر، وكان إذا سر استنار وجهه عليه الصلاة والسلام. ويقول أبي بن كعب رضي الله عنه:
خلفت عن غزوة تبوك أن أخرج إليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: ثم رجعوا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتنا، قال: فقاطعونا 50 ليلة. هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. يقول: فلما كان من الليل، في الليلة 50، نام النبي عليه الصلاة والسلام عند أم سلمة، قال: فنزلت عليه الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، ثم قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يقول: ونزلت الآيات بالعفو عنا، بالمغفرة لنا. يقول: فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة فرحا، قالت: أأخرج أبشر الناس؟ قالت: إذن لا تناموا بقية، قال: إذن لا تناموا بقية ليلتكم، يعني الناس سوف يسهرون ويستيقظون. فلما صلى الفجر النبي عليه الصلاة والسلام نبأ أصحابه، قال كعب بن مالك، ليس أبي بن كعب، كعب بن مالك، قال: فانطلق رجل حتى رقى الجبل وجعل ينادي ويقول: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. يقول: وأنا أصلي الفجر في سطح بيت من بيوتنا، قال: فسجدت لله تعالى، ثم أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فدخلت عليه فنظر إلي، قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله؟ أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. قال: ونظرت إليه وإذا هو مسرور، وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من قمر. صلوات الله وسلامه عليه. كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض مشربا بحمرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط جميل الخلقة حسن القسمات، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت في غاية الحسن والجمال. يقول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما جئت لأدخل عليه فنهاني عن الدخول عليه، ما حجبني. ثم قال: ولا رآني إلا تبسم في وجهي. فما أجمل تلك الصورة الجميلة الحسنة لما يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يقول خالد بن الوليد: أقبل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء إلى مكة، وعمرة القضاء هي العمرة التي تلت الحديبية، وذلك أنهم جاءوا لأجل أن يعتمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مقمرة، مقمرة يعني قد اكتمل القمر فيها، وعليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. قال: فجعلت أنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأنظر إلى القمر يقارن جماله عليه الصلاة والسلام بذلك الضوء الساطع. قال: فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. الصحابة وصفوا حسن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا جمال تقاسيم، وصفوا الارتياح الذي يجده الإنسان عندما ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض الموت،
وأراد أن يخرج إلى أصحابه ليصلي معهم اشتد عليه الأمر، وكان ذلك بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة.